أنشئ التلفزيون في العام 1962 بمبادرة من اللواء طلعت فريد وزير الاستعلامات والعمل آنذاك. انتقل التلفزيون خلال 50 عاما من البث لمدة نصف ساعة في الميادين العامة بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان إلى البث على مدار الساعة، وانتقل من البث الأرضي إلى البث الفضائي عبر 8 أقمار اصطناعية، هذا فضلا عن البث عبر الاف ام والاي بي تي في. وانتقل من الابيض والاسود الى البث الملون كاول تلفزيون ملون في افريقيا عام 1975. وانتقل من البث التماثلي الى البث الرقمي. مشروعات تطوير التلفزيون القومي. يتهيأ التلفزيون وفي ظل خططه 50 الثانية وهو يحتفل بمرور 50 عاما على انشائه للعبور الى تلفزيون المستقبل. أهم ملامح خطط العبور إلى 50ية جديدة: الانتقال إلى التلفزيون عالي الدقة الهاي ديفينيشن، الانتقال إلى شبكة تلفزيون السودان بإنشاء عدد من القنوات المتخصصة، فصل الخطاب الداخلي عن الخطاب الخارجي، القناة الإنجليزية، القناة الاقتصادية وغيرها، الانتقال إلى الحوسبة الكاملة لنظم الإنتاج والبث البرامجي ونظم العمل الإداري التابليس والبيبرليس، الانتقال إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية، استكمال شبكة المينوس السودانية، تغطية السودان بالبث الأرضي الرقمي، الانتقال إلى عالم الإعلام الجديد IPTV، MTV، KTV، VOD، HBBTV، PayTV، VideoPhones، Triple Player، OTT، الانتقال إلى برج التلفزيون الذي يجمع بين العراقة والحداثة، وهذه النقلة الكبيرة من أجل استكمال نهضة السودان، توحيد أهل القبلة والوطن وبناء أمة سودانية منتجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، تحية واحتراما بكل مقاماتكم السامية السامقة، مشاهدي شاشة تلفزيون السودان داخل وخارج السودان، أحييكم وكل سنة إن شاء الله وكل إعلامي السودان بألف خير. حقيقة لم يترك لي زملائي من المقدمين والمذيعين ما أبتدر به حديثي، ولكني أثني على حديث أستاذي محمد عبد الكريم بأمنيات الصحة الدائمة الخضراء والعافية التامة إن شاء الله للأخ الأكبر لنا جميعا، فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. وأسهو في هذا اليوم، يمكن أنا من جيل يتلمس خطاه في طريق الإعلام لرجال قدموا ولم يستبقوا شيئا. عطاء جاوز العقد الخامس لتلفزيون السودان. أحييكم وأبتدر الحديث بالترحيب برجل قدم وهو مسؤول في ملف الصحة في السودان الأمصال الشافية لعدد من قضايا الصحة المتعثرة، وأتى بذات الخلفية وذات الهمة
خلفية فنية عاشقة للفن، يطرب وجدانيا لأحمد المصطفى وعثمان حسين وإبراهيم عوض وغيرهم من القمم الفنية. أدعوك الآن وأنا أعلم بأنك تجيد العزف على أوتار العود لتعزف حديث الصوت والصورة، دكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام، فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الرئيس، بإطلالتك اليوم قد غمرت الفرحة كل الحاضرين، ونقولها عبر الشاشة إلى كل المشاهدين في الداخل والخارج. بوجودك معنا تمثل قمة احتفالنا وحفائنا بهذا اليوم الذي نقف فيه قاصين الطريق منذ بدايته، حافظين بالعرفان لكل من بذل في هذا الطريق حبة عرق. هذه الوقفات الوفائية في واقع الأمر أخاطب عبرك الشعب السوداني لأقول أنها جديدة. كنا في عهود سابقة نكاد أن نكون أمة لاعنة يلعن أو آخرها أولها، ولكننا الآن في هذا العهد ظللنا نحتفي ونطلق الأسماء عرفانا وامتسالا وجميلا لكل من ساهم في بناء هذا الوطن. وهذه دعوة حب ودعوة إخاء ودعوة وفاق ودعوة بناء يقوم آخره على أوله. لك الشكر بهذا الحضور، والشكر أجزله لكل من حضر من إخوتي الوزراء وكل الضيوف. ونحن نقول وفي هذه المسيرة وبقيادتك بإذن الله لن نألو جهدا ولن تقصر هاماتنا عن الذين سبقونا، سنكون على دربهم سائرون وللراية رافعون وللمجد غاصدون ولبناء السودان حادبون بإذن الله. ونحن نجزم بأن الإعلام أحد ألوية التقدم في هذا البناء. في عالم اليوم الذي تصنع فيه الأحداث، تغام فيه الحروب بالإعلام، تقف أو تستمر هذه الحروب بالإعلام، الإعلام الذي يحاول أن يغزو ويستلب كثيرا من الأفكار، لا يغاومه إلا إعلام جاد، إعلام ملتزم. ونحن نفخر بأن شعارنا الذي نحمله في تلفزيون السودان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بهذا نرفع الراية ونقف تحتها ونحميها ونسير بها. نخطط للمستقبل ونحن ندرك كل المستجدات في عالم الإعلام، والذي تحدث عنه الأخ المدير ليس أحلاماً وإنما بإذن الله واقع يشاهد
ابتداء من العام القادم. هذا الجهد لن يتم أخي الرئيس إلا برفعة شأن العاملين في هذا الجهاز العظيم. الاهتمام بهم معاشا ورفع قدرات في الداخل والخارج أحد المهام الأساسية التي تجعل من التغنية تسير على ساغيها وتغف شاهقة مبشرة بما نحمل من مضامين ومن رسالة نود أن تصل أصغى العالم بأجمعين. لك الشكر أخي الرئيس، والشكر من خلالك لكل من حضر معبرا عن تهنئته للذين بذلوا الجهد والعطاء في هذا المضمار وللتلفزيون خاصة. نتمنى أن تكون الأعوام القادمة أعوام ذاخرة بالعطاء، ذاخرة بحمل الكلمة الجادة والكلمة الطاهرة والكلمة الصادقة المعبرة عن وجدان كل أهل السودان. نحن نتعهد بأن العهد القادم كل أهل السودان من البسطاء سيمتلكون الأداء التي يمكنهم بها أن يشاهدوا التلفزيون بل وباغة مختارة من 70 قناة أخرى عبر الجهاز الذي تدفع الدولة كلفته ولا نحتاج فيه إلى أي صحن ولا أي ريسيفر. هذا هو الجهاز المقدم هدية للشعب السوداني إن شاء الله ليشاهدوا به هذا التلفزيون، وهو اللمحة القادمة بإذن الله. نود أن نصل إلى كل مكان في السودان وأن يشاهد جميع أهل السودان وأن يكون لهم الإمكانية في التفاعل مع ما يبث إليهم خلال الجهاز وخلال الجهاز الذي سيكون بمثابة الريسيفر الذي يستلمونهم. بشريات كثيرة وأشياء كثيرة. نحن من بعض الله نشكر للأخ الرئيس وقفته وتوجيهه ببداية هذا المشروع الكبير، وعلى عهده يكون هذا النماء ويكون هذا التطور. والسلام عليكم ورحمة الله. صوت موسيقى وكان اخبار ولا لحد النهار.
حزن يا تلفزيون، أسماء لا ليها حصر لا عد، برامج رائعة ولا بتنعد، فكرة ومضمون وتراث وفنون. يا تلفزيون يا تلفزيون، في أقصى ظروف كان الإعجاز، كانت خيرات لنجوم أبزاز، وبرامج رائعة ثقافية، الجمعة برامج دينية. ما بننسى ظنيات تلفزيون، أسماء لا ليها حصر لا عد، وبرامج رائعة ولا بتنعد، فكرة ومضمون وتراث وفنون. يا تلفزيون يا تلفزيون، في أقصى ظروف كان الإعجاز، كانت خيرات لنجوم أبزاز، وبرامج رائعة ثقافية، الجمعة برامج دينية. يا تلفزيون يا تلفزيون أيها الحضور الكريم، نجدد التحية والترحاب بأعضاء السلك الدبلوماسي في السودان ولكل من لم يشمله الترحيب
فله في القلب والخاطر مودة خاصة. الآن جاء دور الوفاء لأهل العطاء من الرواد الذين أناروا لنا الطريق، نذكرهم اليوم بالود والشكر والعرفان. ندعو الآن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، والسيد وزير الثقافة والإعلام دكتور أحمد بلال عثمان، والسيد والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر، ومدير الهيئة العامة للتلفزيون القومي الأستاذ محمد حاتم سليمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة سودا تل الاتصالات المهندس إيهاب إبراهيم عثمان للتكريم. الآن أقدم أستاذي دكتور فيصل أحمد سعد والزميلة هالة محمد عثمان لتقديم قائمة الرواد المكرمين، فليتفضلوا. كل عام والسودان بخير وعقبال الشمع المية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للتلفزيون. الذي أتاح لقبيلة الدراما أن تشارك في تكريم الأوائل الذين أسهموا في نشأة التلفزيون. أولا الراحل الأمير الله طلعت فريد. أتقدم أسرة الراحل الأمير الله طلعت فريد. الأمير الله طلعت فريد ولد بن نعمان 1/1/1912، التحق بكلية قردون التذكارية وتخرج بالكلية الحربية 1935. أنشأ التلفزيون القومي السوداني بمواداة منه عندما كان يشغل منصب وزير الاستعلامات والعمل. الأمير الله طلعت فريد يعتبر من أميز وزراء الإعلام الذين اهتموا بالرياضة. كرمه السيد رئيس الجمهورية عمر البشير بمنحه وسام الرياضة، انتقل إلى جوار ربه في العام 1992. المرحوم الصاغ التاج حمد يعتبر من صفوف مبدعي الجيش، تخرج في رتبة الملازم وترقى حتى رتبة الرائد، حيث اختير مراقبا للإذاعة السودانية. يعتبر من أميز المدراء في الإذاعة السودانية، هو من الإداريين الأكفاء الذي قامت على عاتقهم مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، وفي فترته ازدهرت الإذاعة، اهتم بترتيب الأقسام الإدارية على أكمل وجه، كما ساهم في ترقية الأداء في تلفزيون السودان. ألا رحم الله الصاغ التاج حمد. المرحوم محمد عامر بشير فراوي، تتقدم أسرة المرحوم محمد عامر بشير فراوي الخبير الإعلامي محمد بشير فراوي من مواليد 1908، التحق بكلية غردون التذكارية وتخرج في قسم الهندسة، عمل كمهندس مساح، عمل مترجما عند مجلة السودان الجديد. الخبير الإعلامي محمد عامر بشير فراوي شغل منصب مدير وزراء الاستعلامات والعمل، يعتبر من أميز السودانيين الذين رسخوا إدارات الثقافة والإعلام بالبلاد. أما هذا الذي سنقدمه فدائما لسان حالي يقول: لو ما جيت من زيديلة وأسفايا ومأساتي وأزلي، وأقصد بذلك قبيلة الإعلام، هو البروفيسور علي محمد شمو. يستحق ذلك. من أميز صناع الإعلام السوداني، حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون، ثم نال درجة الماجستير في التربية وعلم النفس، ودرجة الماجستير في علوم الاتصال جامعة أنديانا، ثم درجة الدكتوراه في علوم الاتصال. الخبير الإعلامي علي محمد شمو شغل منصب أول مراقب للتلفزيون السوداني في العام 1962-1963، فهو من أوائل مؤسسي تلفزيون السودان
كما يعتبر أول رئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية. الدكتور إدريس عبد الله البنا من مواليد نوفمبر 1924 نال درجة الماجستير في المجال الفني التشكيلي، ثم نال درجة الدكتوراه. شغل منصب رئيس البرلمان في الثمانينيات، مؤسس التلفزيون القومي حيث عمل مراقبا عاما للتلفزيون، يعتبر من أميز الفنانين التشكيليين. كما يعتبر إدريس البنا من المفكرين والمترجمين من وإلى اللغة العربية والإنجليزية، وقد ساهم مساهمة كبيرة في ترجمة أغنيات حقيبة الفن والمدايح النبوية، واهتم بشعر الدوبيت. والآن نستأذن السيد رئيس الجمهورية، نقدم والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر، يكرم العاملين في التلفزيون في شخص الأستاذ محمد حاتم سليمان المدير العام للهيئة العامة للتلفزيون القومي. شكرا للسيد رئيس الجمهورية على هذا التكريم. وختاما من قلبنا فؤاد ترعاه العناية لهذا الوطن الحبيب. الوطن العزيز
علموني أهل الحضارة